متابع كرة انجليزيه كويس عارف ان محمد صلاح مش هيجدد مع ليفربول، وليفربول مش هيجدد مع محمد صلاح، لان محمد صلاح وكيل اعماله رامي عباس طالبين مطالب ماليه ليفربول شايف ان هي مبالغ فيها جدا للاعب في نهايه عقده هيكمل 30 سنه مع ليفربول. رغم حبنا واحترامنا وكل الحاجات اللي بنتمناها لمحمد صلاح، بس قصه ان ليفربول يجادل لصلاح بالكلام على 400 الف جنيه استرليني اسبوعيا او الكلام على 500 الف جنيه استرليني اسبوعيا، الكلام ده في ليفربول مستحيل يحصل. الكلام ده في سيتي ممكن يحصل، في مانشستر يونايتد ممكن يحصل، في ليفربول مستحيل ان هو يحصل، لان سقف الرواتب في سيتي ويونايتد عالي جدا، انما سقف الرواتب في ليفربول منخفض بالنسبه لمانشستر سيتي وبالنسبه لتشيلسي. فاي كلام على ان محمد صلاح هيعلى 300 ل 400 الف باوند الموضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا، لان لما بنتكلم مثلا على محمد صلاح هياخد 400 الف جنيه استرليني ومين تحتيه، هتلاقي فيرجيل فان دايك او هتلاقي تياجو الكانتارا. تياجو الكانتارا اساسا اللي بياخد 190 الف جنيه استرليني اسبوعيا، احنا بنتكلم على مرتبات اسبوعيه. فلما تقعد تتكلم على محمد صلاح عايز ياخد في عقده مثلا 400 الف جنيه استرليني او 500 الف جنيه استرليني اسبوعيا، الموضوع بالنسبه ليفربول مستحيل، لان ليفربول مش هيجادل بالارقام دي خالص. ومحمد صلاح عقده حاليا 200 ل 220 الف جنيه استرليني اسبوعيا، يعني محمد صلاح مش هيطلب ان هو يوصل 300 بس، محمد صلاح عايز يعدي 300. والمشكله بالنسبه لليفربول ان هي مش عايز توصل محمد صلاح 300، لان احنا لو وصلنا صلاح 300 هنعلي فان دايك، هنعلي تياجو الكانتارا، هنعلي لعيب زي ساديو ماني، هنعلي لعيب زي فابينيو، هنعلي لعيب زي ترند، هنعلي لعيب في نهايه عقده زي روبرتسون. فاحنا بسم الله ما شاء الله بنتكلم على تركيبه فريق بيقول ان هو غرفة الملابس بتاعته محكومة على حاجة معينة، ليفل معين. ليفل ده محمد صلاح عايز يعديه بمراحل. فاحنا لما نيجي نتكلم على ان ليفربول هل هيضحي بالمنظومة بتاعته علشان خاطر محمد صلاح؟ الموضوع متشاف من بعيد ان هو لا. متشاف من بعيد قوي ان هو ليفربول مش هيجدد لمحمد صلاح بالرقم اللي هو طالبه، لان محمد صلاح هيكمل 30 سنة، ومثلا بالميت هجدد لك كام سنة؟ هجدد لك سنتين، لو جددت لك سنتين واعطيتك الراتب اللي انت عايزه هعمل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للعيبة اللي تحتك. ولو انا فكرت ان انا اعمل كده، انت وصلت ل 30 سنه والاصابات لاعب الكره معرض ليها، والنهارده محمد صلاح بعد ما سجل في برايتون بيقال ان هو طلع مصاب، فالكلام على ان محمد صلاح في 30 سنه ليفربول يجدد له برقم كبير، الكلام ده مستحيل جدا. انا راجل مصري ونفسي محمد صلاح ياخد 5 مليون جنيه استرليني في الاسبوع، ما يفرقش معايا في حاجه لان انا مش هدفع حاجه من جيبي، بس الكلام على ليفربول مش ليفربول خالص، بادارته البخيله قوي هي اللي هتروح تدفع في محمد صلاح. الكلام اللي هما بيتكلم عليه هو رامي عباس. يورجن كلوب والكلام اللي اتقال النهارده ان كلوب كان بيزعل لصلاح وبيقول له مرر 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 مرر، وصلاح بيقول له الى اين؟ امرر لمين؟ فالكلام ده عادي جدا بيحصل في الملعب كتير جدا، وما نحاولش نستغل الكلام على فشل مفاوضات محمد صلاح ورامي عباس مع اداره ليفربول في ان في مشاكل بدات تحصل ما بينه وبين يورجن كلوب، لان الكلام ده مش حقيقي، كل الحاجات اللي بتحصل في الملعب عادي جدا يعني. فاعتقد ان انا فهمت قصه محمد صلاح كامله في التجديد مع ليفربول. الانديه المتاحه لمحمد صلاح في حاله ان ليفربول مش هيجدد له وحاله ان ليفربول عايز يبيعه، في كلام بدا يتقال ان برشلونه بدا يتكلم على فكره ان هو يخش مفاوضات مع محمد صلاح. طبعا كلام هيجي على باريس سان جيرمان، كلام هيجي على نيوكاسل، لان باريس سان جيرمان ونيوكاسل بجانب سيتي ومانشستر يونايتد هم الوحيدين اللي ممكن يمضوا مع محمد صلاح بالرقم اللي هو طالبه ده. نتمنى نشوف محمد صلاح في مكان مميز جدا زي ما هو حاليا، او مش مكان مميز يعني معناه ان هو يمشي من ليفربول. بنتمنى من الاخر التوفيق لمحمد صلاح في مسيرته سواء كمل مع ليفربول او مشي من ليفربول. لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش